النشرة الإخبارية من الـ MTV، أهلا بكم. مساء الخير. عيد أضحى مبارك. من المرات القليلة بل النادرة في تاريخ لبنان الحديث التي يختلط فيها معنى العيد بواقع إنساني وسياسي ووطني مأساوي إلى حد التماهي. الجمهورية ضحية بقطع الرأس، الجيش ضحية بعض الطبقة السياسية التي لم تتورع عن توريطه برجاله في معارك استلحاقية كان في غنى عنها، وضحية باستمرار خطف عدد من عسكريه المهددين بالقتل في أي لحظة. الحكومة في حال تصريف أعمال معرضة للتفكك في أي لحظة. مجلس النواب يطوي أوراقه الأخيرة بانتهاء الولاية أو ينتحر معنويا بسقوطه في المحظور محظور التمديد. أما الملفات الإنمائية والحياتية من الكهرباء إلى الرواتب ففي حال موت سريري. ويسعى الحراك اليائس على صعيد المؤسسات إلى تنظيم التفليسة، فبعد رد السلسلة إلى أحضان اللجان النيابية سيجد نواب الأمة ومشترعوها أنفسهم يسابقون الأيام الفاصلة عن انتهاء ولاية المجلس الحالي من أجل إيجاد التخريج المقبولة للتمديد، ويتعين على الساعات في هذا الاتجاه تخفيض نسبة المزايدات وتهدئة مغالاة المهددين بالطعن كي يتم العمل على تحديد فترة التمديد. إقليميا تتركز حملة التحالف ضد الإرهاب على وقف تمدده إلى مساحات جديدة، وتبدو مدينة كوباني الكردستانية السورية على الحدود مع تركيا نقطة استراتيجية هامة، والسؤال هل تسمح أنقرة بسقوطها بحيث يصبح لدولة داعش حدودا مشتركة معها أم تتدخل عسكريا لمنعها رغم اعتراضات النظام السوري؟ البداية من حدث سعيد مشوب بغصة وسط مأساة العسكريين المخطوفين. الرقيب جورج خوري حرمه الخطف من رؤية مولوده الجديد. تقرير هنادي رحمه. وحده أندرو لم يقوى على الانتظار، فولد قبل الإفراج عن والده جورج الخوري العسكري المخطوف منذ أكثر من 60 يوما. أطل أندرو على الحياة في ظروف قاسية تمر بها العائلة، جميعهم فرحوا بولادته لكنها فرحة ناقصة تحرقها غصة الانتظار. إن شاء الله يا رب يكون وجهه خير عبيه، أكيد هذا اللي متمنى بأقرب وقت. بعتقد أنه القصة صار جدية أكثر هلأ، والمفاوضات هلأ بالفعل بلشت، لأنه صار لنا جمعة عم نسمع وعم يحكوا يعني، ونتأمل منهم أكيد أنه يقد ما فيهم يستعجوا بالموضوع، لأنه البعض كثير صعب اليوم. بس بدك تطمنيه لجورج، بركي عم يحضرك، شو بتقولي له؟ بقول له انتبه على حالك وما تعطى الهم، نحن كلنا حد أندرو وحد مايكل وحد ماري، وان شاء الله يا رب اقرب وقت تكون معنا. بات لجورج ولدان وهو لم يعد بعد، اما والدته فلا يسعها الا التامل في حفيدها الجديد، هو صوره عن والده كما تقول. وبتمنى الدولة تسرع بمفاوضاتها وترد لنا اولادنا، لأن اولادنا ما ذنبوا شيء، يرجع يربي اولاده بكفي هو عاش يتيم، بس يضل يعيقي على راس اولاده. وبتمنى من ابو مالك يترك لي ابني، لأنه ابني ما ذنبوا شيء وحرر هالعسكرية كلها. كلما زادت ساعات الانتظار صار ذوو المخطوفين أشبه بغريق يود التمسك ولو بقشة أمل. انتظر ذو جورج عيد الأضحى للإفراج عنه لكن الفرج لم يأتي، يأملون اليوم أن تتزامن ولادة أندرو مع ولادة جديدة لجورج، فبإطلاقه وعودته إلى بيته وبلدته عمر جديد يكتب له. في الأضحى أضحى أهالي المخطوفين العسكريين بلا عيد. التفاصيل مع جوي سعيقة. بحال الخطف والأسر والذبح وأحراق الدواليب وإقفال الطرقات عاد العيد على أهالي المخطوفين العسكريين، فماذا يقولون؟ ليس لدى أهالي العسكريين المخطوفين الكثير ليقولوه، فالحسرات خنقت أصوات الأمهات في يوم العيد، أمهات ينتظرن ولو طيف أبنائهن يقرع أبوابهن. بعتبره مش عيد هيدا، يعني ما دق الباب ولا فتحنا له أبدا. لأولاد هالدولة بالمغارة محل ما هن أولادنا تحت الأرض، شو كانوا بيعملوا؟ بس هيك شو كانوا بيعملوا؟
سعاد عمر والدة المخطوف محمد يوسف لا تزال يداها تغمران صورة ولدها، وفي قلبها الذي لم تغمره فرحة العيد حرقة. ودي منتجه يا رب، هل بتمنيها من الله؟ قلبه يحترق مثل ما عم يحترق قلبنا بالعيد. مين ما بيحبش يكون هو ولاده، مين ما بيحبش يكون ابنه عم بيعيد لما كان بالجيش عم يحيي وطنه وعرضه، مين ما بيحبش يكون ابنه معه يعيد. زينب والدة المخطوف علي البزال لم تتمكن من حبس دموعها، فالعيد حل وعلي لا يزال بعيدا. عم ببكي لانه هيدي فرحة عيد ابني، ما بعرف كيف عم بيعيد هونيك بالمغارة، وهن قاعدين مبسوطين على الكراسي عم بيعيدوا على السوق. تمنين عطونا امل انه بيجوا على العيد، بيجيبوا لنا اياهم على العيد. هن بضبوا اولادهم ونحن وين اولادنا؟ ما سألنين علينا، في دولة تسأل علينا. مرام ابنة المخطوف علي البزال تلعب تحت الصورة التي تجمعها بوالدها وتعبر ببراءة عن مشاعرها. تقتلي للبابا، اشتقتله. شو بدك منه؟ اشتقتله، بده يرجع على العيد. ومن الصغار الذين كبرهم الهم رسالة إلى الكبار. إذا الدولة عندها ضمير بيطلعون بعيدوا معنا، وكل المخطوفين بعيدوا مع أهليهم. الضمير نفسه يبحث عنه والد المخطوف ماهر فياض لدى السياسيين. نحن بنعتبر لبنان كله مخطوف، مش بس أولادنا. يشرفوا المسؤولين اللي عم يدعوا وبيقولوا ضد المقايضة، يشرفوا يحسوا بالوطن وبالوطنية. ما بيعرفوا من الوطن غير اسمه. طريق ظهر البيدر ستبقى مقطوعة، يجزم الأهالي، والتصعيد مستمر حتى عودة أبنائهم. وفي خيمة القلمون أكد وزير العدل الشرفيرفي لأهالي العسكريين المخطوفين أن قضيتهم أولوية الأولويات، لافتا إلى أنها تشكل نقطة سوداء في صورة العلاقة المستقبلية للثورة السورية مع لبنان. هو عيد حزين أمضوه في خيمة الاعتصام في القلمون. في غياب أبنائهم المخطوفين عاش أهالي العسكريين يوم عذاب إضافي. زارهم وزير العدل أشرف ريفي للتعبير عن تضامنه مع قضيتهم، خصوصا وأن عيد الأضحى مر من دون أي حل. لكن ريفي وعد الأهالي بأن جهود الحكومة جدية لإطلاقهم، موجها رسالة إلى الثورة السورية. نعم، هذه القضية قضية تعتبر أولوية الأولويات في لبنان، سواء على مستوى الحكومي أو على مستوى المؤسسات العسكرية والأمنية أو على مستوى كافة القطاعات السياسية. سنبذل الغالي والنفيس لتحرير أسرانا مهما كلف الأمر، وآمل أن تكون المفاوضات سريعة ويكون الإفراج بأسرع ما يمكن. يجب أن نضع حدا لمعاناة الأهالي، نتفهم وضع الأهالي، نتفهم ما يقومون به كونه انطلاء من أنه يجب تحرير أولادهم مهما كلف الأمر. قضية العسكريين اللبنانيين الأسرى تشكل نقطة سوداء في مصير أو في صورة العلاقة المستقبلية، يجب أن تعيدوا النظر فيها مثل ما نحن عم نعيد النظر كذلك الأمر بعلاقتنا معكم. كنا نعاني من النظام السوري عندما يوقف أولادنا ويسجنهم لسنوات وسنوات دون محاكمات عادل ودون أسباب غير محقة. اليوم آمل أن تعيد الثورة السورية بما تملك من إمكانيات على كافة الفصائل والقوى السورية، أن تعيد نظر في هذه القضية المحقة لتكون فعلا لنقوم ببناء علاقة تشوبها الاحترام. أنا عضو بالخليط الأزمة، ماني شايف أي تقاعس، بالعكس أنا بعرف تماما الجهود اللي عم تبذل جهود مطمئنة والحد الأقصى الممكن عم ينعمل، ما في تقاعس من حدا نهائيا، إنما قد يكون الكلام قليل للحفاظ على المفاوضات وعلى النتائج حتى ما تتعسر الأمور. وكان ريفي التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار لتهنئته بحلول العيد المبارك. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أما صلاة العيد الأضحى في مسجد محمد الأمين، وأكد أن اللبنانيين واقعون اليوم بين الفتنة والمحنة. وما نشهده اليوم من فظائع باسم الدين وباسم الإيمان دليل لا يكذب أيضا على أن الذين يقومون بهذه الفظائع والكبائر ما عرفوا من الإيمان إلا اسمه، ولا امتحنوا علاقتهم بمولاهم عز وجل ولا بعباده بالخير والعمل الصالح. العقاب الشديد للخائدين في الفتنة والذين يعتبرون السلاح بالداخل وضد الداخل فخرا وعزا. ونحن محتاجون أيضا
إلى إصلاح في مؤسساتنا وفي نوعية ومستوى أدائنا، وأيضا في شأننا الديني والفكري والثقافي، ديننا مهدد من الداخل مثلما هو مهدد من الاستهداف الخارجي، وأوطاننا مهددة من الداخل بسبب أوهام الغلبة والانقسامات مثلما هي مهددة من الخارج، ودولنا مهددة من الداخل بقدر تهديدها من الخارج. فالإصلاح ضرورة قصوى وحاضرة بديار العرب والمسلمين. لنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الصبيحة المباركة أن يزيل عنا الغمة، وأن يوقف في صفوفنا القتل والتشريد، وأن يرحم أحياءنا وشهداءنا. وفي خطبة عيد الأضحى دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن لانتخاب رئيس ودعم الجيش والتضحية لحماية أبناء الوطن. ولنا أن نبدأ من وطننا العالق في مأزق المراوحة في الترهل والتعطيل على استعادة الحياة الدستورية بسيرها الطبيعي تشريعيا وتنفيذيا وحتى إداريا. إن بلدا يدعي الديمقراطية وهو في حالة عجز مشهود عن انتخاب رئيس وعن إجراء العملية الأساسية التي تعطي الحق للشعب في اختيار ممثليه وانعكاس ذلك على أداء السلطة التنفيذية هو بلد مهدد، خصوصا ما يتهدد كيانه من أخطار كبرى وما يحيط به من تهديدات مروعة يمكن أن تمس قواعد أمنه بشكل شمولي. فإذا كان من معاني هذا العيد المبارك التضحية في سبيل الخير، فإننا نوجه النداء إلى القيمين على الحكومة لبذل التضحيات في سبيل حماية أبناء هذا الوطن، وفي مقدمتهم العسكريون الأسرى لدى المجموعات المسلحة، فهؤلاء هم أبناء المؤسسة العسكرية لكنهم يمثلون كل الوطن. نداؤنا إلى السياسيين جميعهم لتقديم التضحية ببعض الحسابات من هنا وهناك واعتماد المصلحة الوطنية العليا وانتخاب رئيس للجمهورية فورا دون المزيد من الإبطاء. صلوات وخطب العيد في المناطق اللبنانية. أجواء الأضحى لم تغب عن المناطق اللبنانية، وخطب العيد ركزت على ضرورة نبذ الفتنة والتمسك بالوحدة، وحضر فيها ملفان أساسيان: العسكريون المخطوفون وانتخابات رئاسة الجمهورية. مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار حذر من الجامع المنصوري الكبير في طرابلس من استخدام السلاح بين أبناء المدينة ومؤسساتها، كما نبه من رفع شعارات تهدم الوطن، مؤكدا الثقة بالدولة والمؤسسات وبخاصة مؤسسة الجيش والقوى الأمنية. وفي صيدا ألقى المفتي الشيخ سليم سوسان خطبة الأضحى في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري بمشاركة رئيس كتلة المستقبل وعدد من الفاعليات وحشد كبير من أبناء المدينة. ودعا سوسان إلى انتخاب رئيس للجمهورية في ظل كل الظروف الداخلية والخارجية، مؤكدا بذل الجهود من أجل الإفراج عن العسكريين المخطوفين والحرص على العيش المشترك والسلم الأهلي وعلى نبذ الفتن الطائفية والمذهبية. وإلى البقاع، حيث أكد مفدي بعلبك الهرمل الشيخ خالد صلح في خطبة العيد التي ألقاها في الجامع الأموي الكبير في مدينة بعلبك أهمية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لإنقاذ البلاد والعباد، ورأى أن لبنان يعيش مرحلة احتضار أصبحت في نهايتها لأننا لم نكن يوما أصحاب قرار. وفي المملكة بدأ نحو 2 مليون مسلم أول أيام عيد الأضحى بجرم الجمرة الكبرى في مشعر منى بالقرب من مكة المكرمة غرب السعودية، مواصلين بذلك مناسك الحج التي بدأت الجمعة بأداء الركن الأعظم في عرفات. وقد توجه الحجاج إلى منى التي تبعد نحو 6 كيلومترات عن عرفة ليل الجمعة سيرا على الأقدام أو في الحافلات.
قبيل توجهه إلى الفاتيكان، أكد البطريرك الراعي من المطار أن الضرورة الأولى تبقى انتخاب رئيس للجمهورية، مثنيا على عمل الحكومة في ملف العسكريين المخطوفين. بمناسبة هالعيد نحن بدنا نناشد كمان كل هاللي خاطفين ومحتجزين للجيش والقوى العسكرية الأخرى بمنطقة عرسال تحريرهم وعودتهم إلى بيوتهم. نحن بنفهم وضع الأهالي من كل بد، وهيدا ما في يقدر واحد يعمل يسكر الطرقات ويوقف مصالح كل الناس وكأنه بكون عم نقاصص الشعب البري. يعني ما فينا نقول نحن عم مسكرين طرقات تتفوتوا على قص على سجور تحرروا كل الناس، هيدا مش ممكن يمشي ولا بشكل من الأشكال. ما حدا إطلاقا من كل الأفرقاء المعنيين وحدا عم ياخد أي مبادرة جديدة، كل واحد بعده متشبث بموقفه، وهذا شيء معيب جدا. نعم عم نشتغل مع كل سفر الدول بما فيها الفاتيكان. شو عم نطلب منهم؟ مش عينون للرئيس، على هذه شغلتنا نحن تعيين رئيس، شغلة الكتل السياسية والمجلسين. عم نطلب يقولوا للمعنيين شو يفوتوا على المجلس النيابي ينتخبوا رئيس. بلدية عكار والبلدات الحدودية في الشمال تسعى لتأمين الأمن بالحد الأدنى. كلما طالت الأزمة في سوريا ارتفع منسوب القلق في لبنان. الحدود مفتوحة والخطط لضبطها هشة، ما عاد أمام هذه البلدات إلا أن يعمل كل منها وفق إمكاناته لحفظ الأمن وأبعاد النيران السورية. هذه بلدة مشتى حمود في منطقة وادي خالد العكارية، لا يكاد يمر يوم إلا وتمضيه على وقع الخوف من القذائف السورية، ناهيك عن أن عدد اللاجئين السوريين فيها بات يفوق عدد أبنائها. شكلنا لجان أمنية من الشعب لحتى يقوموا بالمراقبة ليلا نهارا، إذا في حدا في أي شبه نحكي مع القوى الأمنية لحتى ندل عنه. على أي أساس بتم اختيار هاللجان؟ كيف عم بتم تشكيل اللجان؟ عم تم تشكيل اللجان من العسكريين المتقاعدين اللي عندهم حس وطني. وكيف عم يجرى التنسيق مع القوى الأمنية؟ أي شيء نحن أكيد بننسق مع القوى الأمنية، أي جسم غريب، أي ناس في شبه عليهم نحكي مع القوى الأمنية ومنفيد. في بلدة عندت الهواجس الأمنية حاضرة أيضا، حتى أن رئيس البلدية لا يتردد في التحدث عن مخاوف من أن تتعرض البلدات المسيحية الحدودية لما تعرضت له بلدات في سوريا والعراق. للبلدية هنا إجراءات استثنائية، حيث تم تعيين مزيد من عناصر الشرطة والحرس الليلي لتقليص المخاطر المحتملة. في مراسلة من معالي وزير الداخلية بيطلب من البلديات ومن الشرطة البلدية وبيكلفها بهيد المهام، وكل العناصر البلدية نحن مرخصين من الوزارة وعندنا موافقة من وزير الداخلية بتعيينهم على فترات معينة. اليوم نحن ما عندنا بديل عن الدولة وعن الجيش، وهيدا قرار نهائي اخدينه. يمكن الجيش اليوم مش قادر يكون عنده 5 نقط حراسي بالضيعة، بس نحن قادرين نحط 5 نقط، إذا شفنا شيء أو شكينا بشيء نبلغ الجيش اللي هو بيتدخل. الخوف من المخاطر الأمنية في البلدات العكرية واحد إذن، وإن اختلفت أساليب المواجهة بين بلدة وأخرى. أما الأكيد فهو أن القلق باق على حاله لا بل إلى ارتفاع، فعامل الوقت لم يصب يوما في مصلحة القرى الحدودية لا شمالا ولا بقاعا. ترفض بلديات المنطقة تسمية إجراءاتها بإجراءات الأمن الذاتي، فما تقوم به هو امتداد لعمل السلطات الرسمية والقوى الأمنية حفاظا على الحد الأدنى من الاستقرار، وذلك كي لا تتحول القرى الحدودية الشمالية إلى عرسال ثانية كما يقولون عند أول خرق أمني محتمل. من عكار، هنادي رحمة، MTV. في سوريا شارك الرئيس السوري بشار الأسد بصلاة عيد الأضحى في جامع النعمان بن بشير الواقع في شمال شرق العاصمة السورية دمشق. التلفزيون السوري بث صورا للأسد وهو يدخل الجامع الواقع على أطراف العاصمة، وكان في استقباله مفتي الجمهورية بدر الدين حسون ووزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد. موجة قطع الرؤوس تتواصل، وحصيلة جرائم داعش تصل إلى 5 غربيين هم بريطانيان وأمريكيان وفرنسي أعدم في الجزائر. تقرير جان أخول.
قطاع الرؤوس يواصلون حملتهم لثاني العالم عن مهاجمتهم ويركزون عملياتهم بشكل خاص ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الدول الثلاث الأكثر حماسة في الائتلاف الدولي ضد الدولة الإسلامية بعد إعدام رهينتين أمريكيين ورهين بريطاني إضافة إلى الدليل السياحي الفرنسي في الجزائر تبنى التنظيم الإرهابي في تسجيل جديد إعدام رهينة رابع بقطع الرأس هو البريطاني ألين هينينغ ردا على تبني البرلمان البريطاني شن ضربات جوية في العراق لمحاربة التنظيم هينينغ هو سائق أجرة وأب لولدين في سن المراهقة وكان متطوعا إنسانيا في سوريا وقد خطف العام الماضي بينما كان يقود شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مخيم للاجئين الشريط يظهر في نهايته عامل الإغاثة الأمريكي بيتر كاسيك أمام ملثم يتوجه بالكلام إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما فيما يبدو أنه تمهيد لإعدام الرهينة مقتل الرهينة البريطاني استدعى كالعادة ردود فعل دولية من واشنطن ولندن وباريس ومن مجلس الأمن للتنديد بالعملية في حين توفي أول جندي أمريكي في الحملة العسكرية ضد الدولة الإسلامية بعدما سقط في البحر عند قفزه من طائرة أصيبت بعطل عند إقلاعها على صعيد ثاني ناشد والد الرهينة البريطاني جون كانتلي تنظيم الدولة الإسلامية إطلاق ابنه المحتجز متحدثا عن أن العائلة حاولت الاتصال بالتنظيم من دون نتيجة الوالد كان يتحدث من سرير مستشفى في لندن وهو يبلغ من العمر 81 عاما تزامنا اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الحدود التركية مهددة وأن ما يحدث في كوباني قد يحصل في مناطق أقرب إلى الحدود في وقت لاحق كما دان إردوغان بشدة التصريحات المنسوبة إلى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن التي اتهم دولا حليفة للولايات المتحدة بينها تركيا بأنها قامت بتمويل وتسليح منظمة إرهابية في سوريا بعد الإعلان هدم الذاكرة يتواصل ودم من الام تي في بلا حساب ورد سهوا في النشرة أن الشيخ خالد صلح أما الصلاة في بعلبك الهرمل والصحيح أن المفتي بكر الرفاعي هو من أما المصلين عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حميدي تحدث في بيروت اليوم عن موقفه من التمديد للمجلس النيابي والمقايدة لتحرير العسكريين الداخلية من يومين قال على عن زميلي لكم أنه ما بقدر أعمل انتخابات وأنا مع التمديد بصراحة أنت رح ينطرح التمديد معالي الوزير بأي جلسة تشريعية ما بعرف هذا العدد يعني هذا بيقررها الرئيس بري ونقررها معه نحن مكتب المجلس لما منشوف أنه صار ضرورة أنه ما نخلي آخر مؤسسة لبنانية ينفرض عقدها نمشي بالتمديد وأنا مع التمديد الآن مع أنه أنا من الناس اللي ما بيخافوا من الانتخابات النيابية طيب اتفقوا على المدة اللي رح يتمدد لمعالي الوزير لا. أنت مع قديش تمديد؟ أنا مع أقل من سنتين وسبعة أشهر أنا مع مدة تنتهي في نهاية الصيف المقبل في ناس مع المقايضة حضرتك مع المقايضة؟ أنا مع المقايضة بشكل واضح ومن الأساس نحرر جنودنا بالدرجة الأولى شو تمنون؟ إرهابيين 50 إرهابي 100 إرهابي بحطهم بباص وببعتهم على القلمون وبجيب شبابي وبعدين كل شيء بحسابه بصير بعدين بلكي نفس الارهابيين يا معالي الوزير اللي هن كانوا ضربوا الجيش يرجعوا يضربوه بلكي رجعوا صاروا يستخدموا وسيله انهم نكمش نحن نحتجز عسكر لنقايض وقعنا بكمين معين او وقعنا حالنا ما بعرف بعرسال انا بشوف وين مقتضيات الامن والسلام اللبنانيه أول سلامة لبنان أني حافظ على عسكري لأنه إذا عندي هجوم جديد بدي أتعرض له بدي واجهه أنا بواجه بعسكر بقول له والله إذا رحتوا أسرى ما بسأل عنكم رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أنه لولا قتال حزب الله على مدى الحدود اللبنانية مع سوريا لكان اللبنانيون يرون التكفيريين بينهم اليوم وأكد وجوب تقديم الدعم السياسي للجيش اللبناني والعمل بجد من أجل تجهيزه بما يحتاجه من سلاح واعتداء ولا يجوز أن يرضخ لبنان للقيود التي تضعها عليه بعض الدول لا سيما الولايات المتحدة
الأمريكية. ولذلك ندعو اللبنانيين وندعو الحكومة اللبنانية إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع العرض الذي قدمه الإخوة في إيران، الإخوة في جمهورية إيران الإسلامية، لتقديم هبات فعالة إلى الجيش اللبناني. نأمل من الحكومة أن تدرس هذا الأمر جيدا وأن تتخذ القرار المستقل بشأنه. في التقرير الخاص، منزل في الحدث عاصر عهد السلطنة العثمانية والانتداب الفرنسي مهدد اليوم بالهدم، والقضية أمام القضاء. هنادي رحمي. لكل زاوية من هذا البيت حكاية، فهو يعود للعام 1670، عرف ببيت الشيخ عبد الله الشدياق، ولا يزال رغم أنه بيع منذ قرابة 4 سنوات. على هذا البيت القائم في حارة البطم في الحدث توالى مشايخ آل الشدياق، سكنه رستم باشا، حول إلى مركز لإدارة المتصرفية، واستخدم 20 عاما من قبل مجلس إدارة جبل لبنان. في هذا البيت أيضا اجتمع أول برلمان عرفه لبنان. لكن هذا البيت بات اليوم مهددا بالهدم رغم إدراج جزء منه على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. بسبب أمور داخلية بالعائلة هذا البيت من 4 سنين نبيع، والشخص اللي اشترى عارف أنه مصنف أثري، ورغم ذلك هلأ عم بحاول يتشكى على مجلس شورى الدولة تيشيل التصنيف الأثري عنه. بدنا نجرب نوقف ضد هذا الشيء ونحافظ عليه بغض النظر عن قيمته المعنوية لبيت الشدياق كعائلة، عن قيمته التاريخية والأثرية للبنان ككل. أمام مجلس شورى الدولة بحسب القوانين المعمول بها خيارات مختلفة لحل القضية، أبرزها التوصل إلى حل بالتراضي أو استملاك البيت مقابل تعويض عادل، وبالتالي فإن الهدم يبدو مستبعدا. قرار إدخال العقار ضمن لائحة الجرد مستند إلى قانون، هو قرار للمفوض السامي الفرنسي سابقا رقم 166 صادر سنة 33، وهذا ما زال له قوة القانون اليوم. فقرار وزارة الثقافة مديرية عامة للآثار مستند إلى قانون بهالحالة، فبالتالي خيار رفع الإشارة وبالتالي تخويل المالك الهدم هو بالمبدأ العام خيار مستبعد. القانون يحمي إذن هذا البيت الأثري، فلماذا هدمت أعداد من بيوت بيروت ولم تتم حمايتها؟ ببيروت بتروح الخيارات أكثر نحو الهدم، لأنه غالباً بيكون في قرارات عن مجلس الشورى باتجاه اعتبار التدبير الإداري، قرار الإدارة مستند إلى مرسوم صادر عن مجلس وزراء وليس إلى قانون كما هو الحال بالحالة المعنية المطروحة. ساعة إذن يعرض الأمر إلى إبطال، وبالتالي قرار الإدارة إلى إبطال، وبالتالي إمكانية الهدم بترجع بتحيا. قانون الآثار القديمة يحمي مئات البيوت إذن، على عكس ما فعلت قرارات حديثة ببيوت بيروت التي لا تزال بغالبيتها مهددة بالهدم في أي لحظة. حملة تبرع بالدم في الام تي في لجمعية دوني سان كونتي. 5 دقائق سحب دم وبترجع على شغلك على العادة. أوكي. معود على التبرع بالدم أو أول مرة؟ لا مش معود، بس هيك أول مرة شجعوني وطلعت. هكذا كان استوديو لايف يوم السبت. موظفو الام تي في يتبرعون بالدم قبل مواصلة عملهم بشكل طبيعي. الخطوة جزء من حملات عديدة تقوم بها جمعية دوني سان كونتي للتوعية على ضرورة التبرع بالدم. أول مرة بتشيل دم؟ معود. 3 أشهر. نحن يمكن إذا بنعطي عم نخسر نتف الدم من عنا، بينما الناس بحاجة كتير لهذا الشيء. وأنا بتمنى أنه كل حدا يقدر يتبرع بالدم يقوم بهالخطوة، مش أنه يتردد ولا مرة. وليد معود. بونجور وليد. بونجور. مرة يونيتي، مرة اثنين، مرة مع انه مش مفروض يونيتي واحدة المفروض. ما فينا نساعد بنساعد نحن. بلاكيت بدون ما اباري، هي بتفصل الدم، بتشيل البلاكيت، بترد له كل شيء. بترد الدم يعني بترد كل الدم كل شيء على جسمه، ما بيتضايق، ما بحس شيء، مثل ما قلنا كل شيء جمعتين في يعطي بلاكيت وما في اي مشكلة. بينما الدم كل 3 أشهر. كل 3 أشهر. أهم شيء اللي عم نعمله هو انه التوعية،
فبس شخص يشوف انه قدامه عالم عم تتبرع بالدم غير ما انه مثل بس يكون عم يسمع عنا او عم بيشوف او عم يحضر. نحن عم نخلق انه وسيلة لنلهي الشخص عن الابرة ما يضل يتطلع فيها تا يكون بنفس الوقت هو عم بيتبرع ما عم بحس شو عم بيصير، فمرة عمرة بيصير عادي بيتبرع ولا بحس بالموضوع يعني. وعالم كمان اكيد بخافوا انه يمكن تأثر عليهم صحيا التبرع بالدم، وهذا الشيء اللي هو اكبر غلط. بس أكيد هيدا الخطوة كتير مهمة، ممكن أكيد أنها تنقص حياة إنسان. أكيد يعني أول شيء بتفيد الشخص اللي هو عم يتبرع أول شيء، لأنه بيكون عم بجدد دمه. يمكن نحن عم نخسر شوية دم ما بيأثر أبدا على صحتنا ولا على حياتنا، ولكن هي مبادرة بسيطة قد تنقذ حياة الآخرين، لا يكلفك الأمر سوى القليل من وقتك والقليل من دمك. وفي الصحة، زيت الزيتون يحمي القلب والأوعية الدموية. زيت الزيتون الطبيعي من أغنى الإضافات على المأكولات وخصوصا في المائدة اللبنانية. فوائد زيت الزيتون معروفة لناحية مساعدته على الهضم وحماية المعدة ومساعدة الشعر والبشرة، لكن دراسة أمريكية جديدة أشارت إلى أن زيت الزيتون يساعد في حماية قلب الإنسان أيضا. فاحتواء زيت الزيتون على مادة أولييت تساعد القلب على ضخ الدم، وبالتالي تنظف الأوعية الدموية ويتحسن عملها عند إرسال هذه المادة إشارات إلى الجينات المسؤولة عن فرز الأنزيمات التي تحرق الدهون. زيت الزيتون يساهم إذن في تنظيف الشرايين ومساعدة عضلة القلب على العمل بشكل أفضل. هذه النتيجة تنطبق على دراسات أجريت في عدة دول، تبين بنتيجتها أن سكان إيطاليا الأكثر استهلاكا لزيت الزيتون في العالم هم الأقل عرضة لمشاكل القلب والأوعية الدموية. بعد الإعلان، ولد من رحم المزروع ونباتات على شكل كرة مضرب. أخبار من كوريا، هونغ كونغ والولايات المتحدة في هذا التقرير. اتفقت الكوريتان على استئناف المفاوضات بينهما على مستوى عال بعد تعليقها في شباط الماضي. يأتي ذلك نتيجة لقاء ثلاثة قادة كوريين شماليين، بينهم مسؤول يعد الرجل الثاني في النظام، مسؤولين كوريين جنوبيين كبارا في سيول، في محادثات نادرة تعيد الأمل في انفراج في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من المواجهة. أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها اعتقلت 19 شخصاً، بينهم 8 يشتبه بارتباطهم بالمافيا إثر أعمال عنف دفعت قادة الاحتجاجات الطالبية إلى الانسحاب من الحوار مع الحكومة. وجرت صدامات عنيفة بين الناشطين المطالبين بالديمقراطية ومئات من السكان والتجار الذين هاجموا عدة مواقع يحتلها المتظاهرون منذ نحو أسبوع في وسط المدينة التجارية. وضعت السلطات الصحية الأمريكية 10 أشخاص تحت المراقبة الصحية المشددة بعدما اعتبرتهم معرضين للإصابة بفيروس إيبولا لاحتكاكهم المباشر بتوماس دانكن، الرجل الذي وضع في العزل في دالاس في ولاية تكساس بعد ظهور أعراض المرض عليه بعد أيام من وصوله من ليبيريا. وكان لا يزال 50 شخصا يخضعون للمراقبة في تكساس من أصل أكثر من 100 كانوا على اتصال مع الرجل المصاب. امرأة تضع مولودا بعد خضوعها لعملية زرع رحم في أول حدث من نوعه في العالم. أصبحت امرأة سويدية عمرها 36 سنة أول امرأة بالعالم بتوضع مولود بعد خضوعها لعملية زرع رحم. هالاختراق الهائل بمجال مكافحة العقم أتاح لها المرأة يلي ولدت بدون رحم أنه توضع بأيلول مولود ذكر، والأم والطفل بصحة جيدة. وزن الطفل عند ولادته كان تقريباً 1.7 كيلو، وولد بعملية قيصرية بالأسبوع 31 من الحمل بعد ما أصيبت الوالدة بحالة ما قبل تسمم الحمل. أما الرحم يلي زرعه الأطباء فحصلت عليه من منحة عمرها 61 سنة صديقة للعائلة، وبلغت سن اليأس قبل 7 سنوات من عملية الزرع يلي أجريت السنة الماضية. بروفيسور ماتس برينستورم المتخصص بأمراض النساء والتوليد بجامعة غوتنبرغ يلي أشرف على الأبحاث يلي قادت لها
هالإنجاز، أكد أنه هالنجاح هو ثمرة أكثر من 10 سنوات من الأبحاث المكثفة على الحيوانات ومن التدريب الجراحي للطاقم، وهو بيفتح الباب أمام إمكانية معالجة عدد كبير من الشابات يلي بيعانوا حول العالم من العقم المرتبط بالرحم. وإلى صفحة متفرقات سريعة. أشتون كوتشر وميلا كيونس كشفوا عن اسم مولودتهم الجديدة وهو وايت إيزابيل. كوتشر نشر الخبر السعيد على الويب سايت الخاص فيه مع صور لعدة أطفال صغار عم بيطلبوا من المتابعين يحذروا أي وحدة هي طفلة النجمين. الجيتار الأكبر بالعالم يلي بتوصل ضخامته تقريباً ل 43 قدم عم بيكون نقطة لجذب الناس بمعرض جديد بفرج التطور يلي شهدته هالآلة خلال السنوات، وذلك بولاية نيوجيرسي. عم تستضيف الإكوادور أكبر معرض للأزهار بأمريكا اللاتينية على مساحة 12,000 متر مربع. انتشرت أنواع وألوان مختلفة من الأزهار وتدفق إلى المكان التجار ليشتروا كل شيء بيجذبهم. المئات من أشكال النباتات الغريبة المدورة على شكل كرة المضرب ومثل الاسفنج ظهرت على شاطئ سيدني. هالطبيعات يلي تم التأكيد أنه ما حدا شايفها من قبل يبدو أنه ما عم تزعج أبداً السكان، والولاد عم بيتقاذفوا بين بعض. إلى الصفحة الرياضية مع زميلنا نجيب أعين. مساء الخير، بداية أخبارنا لليلة رح بتكون مع الرياضة الميكانيكية. البداية رح بتكون مع رالي فرنسا الدولي المرحلة 11 من بطولة العالم، وواحد من الراليات القليلة اللي بتصير على الطرقات الأسفلتية. بالطبع الجميع كيما فرنسا ناطر الفرنسي سيباستيان أوجيه أنه يعمل نتيجة جيدة، ولكن أوجيه امبارح عمل أخطاء كبيرة وهو متصدر بطبيعة الحال ترتيب بطولة العالم وخرج من ترتيب التوب 5، وأمل الوحيد هو السوبر ستيج يلي رح نشوفه فيها بكرة بختام الرالي تقدر يحصل بعض النقاط في هذا السباق اللي عم يسيطر عليه فريق في دبليو، وتحديدا مع يالي ماتي لاتفالا وأندرياس ميكلسون اللي عم يحتلوا المركزين الأول والثاني، كريس ميكي بالمركز الثالث، داني سوردو بالمركز الرابع، وروبرت كوبيتسا اللي بنعرفه بعالم الفورمولا 1 بالمركز الخامس. منتابع مع الرياضة الميكانيكية، وهالمرة رح ننتقل للفورمولا 1 ورح نكون مع الألماني نيكو روزبرغ اللي رح بيكون أول المنطلقين بجراند بري اليابان المرحلة 15 من بطولة العالم بالفورمولا 1 من بعد ما تصدر اليوم التجارب الرسمية، وهو تقدم على زميله بمرسيدس لويس هاملتون بإطار الصراع بيناتهم على صدارة بطولة العالم اللي هي حاليا لمصلحة هاملتون بفرق 3 نقاط. وحقق روزبرغ مركز الانطلاق الأول للمرة الثامنة هالموسم أمام هاملتون الثاني وفالتيري بوتاس سائق ويليامز الثالث، وقت حل الألماني سيباستيان فيتال بالمركز التاسع من بعد ما كان أعلن بوقت قليل اليوم الصبح انه راح بينتقل لفريق الفيراري. بالطبع هذه النتيجة كنا قلناها امبارح، وبالتالي هذه الاخبار بعد ما تاكدت 100% اذا فينا نقول من جميع الاطراف، خاصه انه الونسو في احاديث انه راح ينتقل لمرسيدس، وفي احاديث اخرى انه ربما سوف ينتقل لريد بول، ولكن ريد بول قال انه منه كثير مهتم بهذا الامر. منتابع أخبارنا، وهلا رح نكون مع أخبار التنس. بداية رح نكون مع الأخبار الدولية في عالم التنس ومع الدورة بالصور، رح نشوف دورة طوكيو اللي عم بتصير، دورة الصين اللي عم بتصير ضمن قاعات مقفلة، وهي واحدة من أهم الدورات اللي عم بتصير حاليا ضمن قاعات مقفلة. نوفاك جوكوفيتش بأول مباراة بالدورة النصف النهائي تغلب على أندي ميري البريطاني بنتيجة 6-3 و6-4 تيكون أول المتأهلين للمباراة النهائية من هذه البطولة اللي فإذا عم بتصير ضمن قاعة مقفلة وبقاعة مميزة جدا جدا جدا. وبطبع نحن دخلنا بآخر موسم بعالم التنس بعام 2014، ورح يلعب بالمباراة النهائية مع توماس بيرديخ يلي تغلب على مارتن كوزن يلي كان تغلب امبارح على اللاعب الإسباني رافائيل نادال. أما بدورة طوكيو فالمباراة النهائية رح تجمع راونيتش مع نيشيكوري، المباريات كانت عم تصير اليوم قبل الدور. أما بختام أخبارنا فرح نكون مع أخبار التنس أيضا، ولكن هالمرة رح ننتقل إلى لبنان تحديدا لذوق مصبح تنكون مع المباريات النهائية اللي كانت عم بتصير اليوم بدورة بول برجي اللي عم بنظمها مجمع الرمال على ملاعبه بهذه المنطقة بهذا المنتجع السياحي المميز جدا بمنطقة كسروان. المباريات اللي كانت عم بتصير اليوم كانت عند الرجال، كنا شفنا الويك أند الماضي عدد كبير من المباريات، ولكن الطقس العاطل نهار الأحد الماضي أجل المباريات
النهائيه لليوم بعد دوره. عم نشوف المباراه النهائيه عند الرجال بين بطل لبنان بوبو شاهين وعامر ناو اللاعب السوري اللي عم بيلعب ببطوله لبنان او بالدورات المحليه ان كانت اتحاديه او لا، وهو قدر يتغلب على بوبو شاهين بالمباراه النهائيه. ايضا عندنا انتصارات لفريدي سيفان، تيمور عواد، ماريا بريدي، فادي بيدان، نور ديب، توني رزق، توماس ويل ومخزومي وناوي اللي قدروا انه يربحوا مباريات الدبل. بطبع الحضور الجماهيري والاعلامي الكثيف يلي كان عم يواكب الدوره، ايضا كان الى جانبه حضور لعدد كبير من المعلنين يلي اكدوا ثقتهم بالاداره الجديده لمجمع الرمال وخاصه لكريم وطارق برجي يلي عم بينظموا. فاذا دوره بول برجي للتنس يلي عم بتصير، فاذا على هذه الملاعب جوائز قيمه كانت من تقديم اداره المجمع وايضا من سبور اكسبير ومن عدد كبير من السبونسرز في هذه البطوله يلي فينا نعتبرها واحده من اخر الدورات يلي عم بتصير بموسم الصيف بعالم التنس بلبنان. هذا كان كل شيء، عوده لكم. شكرا نجيب. والان الى صفحه الاحوال الجويه. طقس عيد الأضحى صافي دافي مناسب كيف ما قررتوا تقضوا الفرصة، رطوبة عالية، الهواء خفيف، البحر معتدل والجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا. أما بالأيام الجاية فرح يتابع طقسنا خريفة عادي من دون أمطار واصلة لعنا على الأقل بالمدى القريب. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا. لمزيد من الأخبار أم تي في لبنان نيوز على تويتر، أم تي في لبنان نيوز على فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.